مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معنا في هذا اللقاء الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي. أهلا بك معنا سيادة الوزير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. كانت هناك زيارة منذ أيام لمعفد صندوق النقد الدولي، وترددت أنباء متضاربة حول التصريحات التي خرجت بها المعفد برئاسة السيد مسعود أحمد، حيث خرجت تصريحات تقول إن البعثة يعني قالت أن البرنامج الاقتصادي لمصر ضعيف، ومع ذلك فهناك تشكك في إمكانيات حصول مصر على قرض الصندوق في القريب العاجل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الخبر ده غير صحيح على الإطلاق. الصحيح هو إن السيد مسعود أحمد كان موجود في زيارة لمصر زي ما حضرتك من يومين، ومع مجموعة من المسؤولين في الصندوق عن الملف مصر في الصندوق. الحقيقة المباحثات كانت إيجابية للغاية، وتم نفي وبشكل قاطع أي تصريح صادر عن صندوق النقد الدولي بيشكك من قوة البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. بالعكس تماما، في إشادة بأن البرنامج الآن أكثر توازنا بكثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحمد لله المحادثات كانت إيجابية للغاية، وتم الاتفاق بالفعل على أن في بعثة فنية تزور مصر، لأن مصر وجهت دعوة رسمية الكلام ده من حوالي أسبوعين للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي أنها تيجي تزور مصر علشان يعني ننتهي من التفاوض حول البرنامج وحول التفاصيل والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة، تمهيدا بإذن الله إن احنا نوصل لما يسمى الستاف ليفل أجريمنت أو اتفاق مع البعثة الفنية. بوصولنا للاتفاق ده إن شاء الله نروح لمجلس الإدارة صندوق النقد الدولي، ويتم الاتفاق بشكل نهائي وعلى الاتفاقية وعلى دعم البرنامج وعلى الحصول على القرض الخاص. معنى ذلك سيادة الوزير أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في اتجاه إيجابي. إيجابي للغاية، أنا بأكد إيجابي للغاية. طبعا كان طرح ناس كتير اتكلمت على أن في قرض عاجل وأن احنا عايزين كذا، احنا قلنا بشكل واضح وبكرره مع حضرتك ان هذا امر غير مطروح على الاطلاق بالنسبة لينا كمصر ان احنا نحصل على هذا القرض العاجل. لماذا رفضتم القرض العاجل سيادة الوزير؟ يعني هل مصر الان ليست في حاجة الى هذا القرض لمحاولة الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية؟ لا، شوف، هو مؤكد احنا عندنا ازمة، يعني مؤكد ان احنا عندنا ازمة، واحنا قلنا باكتر مناسبة ان احنا ما بنحاولش نهون منها او نهون منها، عندنا مشاكل حقيقية وضاغطة جدا، ولكن البرنامج اللي احنا عدناه هو الحقيقة اللي احنا محتاجين دعم ليه، دعم طبعا مالي وكل حاجة، ولكن ايضا دعم بمعنى شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد، هو ده الاهم بالنسبة لنا، شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعلى استعادة الاستقرار مرة اخرى، وثم الانطلاق في نحو تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار والنمو والتشغيل وخلافه. فهو ده الأهم بالنسبة لنا، وبالتالي علشان كده الحقيقة مستبعد بالنسبة لنا خالص موضوع القرض العاجل، وتم بالفعل الاتفاق على ده مع الصندوق، وبالتالي ده أمر ما بقاش مطروح خالص على يعني مائدة المفاوضات، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم على الدعم الكامل والوصول لاتفاقية قرض ميسر بقيمته حتى الآن 4.8 مليار دولار. ولكن البعض قال فندم أن يعني رفض الحكومة المصرية للقرض العاجل، قال أن المفاوضات الآن تسير في يعني اتجاه معقد جدا بعد رفضكم هذا القرض. لا بالعكس تماما، زي ما بقول لحضرتك، وكانت وده اللي وضحوه طبعا الزملاء في مسعود والصندوق، ان بالعكس ان هو كان بيحاول ان يدي دعم اضافه او حاجه يعني اضافيه لمصر، مش ده معناه ان احنا هنستغنى او ان احنا هنوقف يعني التقاوم. كان هدف الصندوق يا فندم كقرض تنشيطي الى ان يتم الاتفاق على القرض الكامل. بالنسبه لنا الاهم بالنسبه لنا هو الوصول لاتفاق وسريع،
لان الشهاده اللي احنا بناخدها هي ده اللي احنا بالنسبه لنا مهمه جدا لمصر، هو ده اللي هيخلي التصنيف الائتماني كتير. وانا ذكرت في ده في اكثر من مناسبه الحقيقه، ان بمجرد الوصول لهذا الاتفاق باذن الله مع صندوق نقد الدوله، بتكلم على التصنيف الائتماني في مصر ان شاء الله هيبدا يرتفع تدريجيا. وزي ما حضرتك عارف، انخفاض التصنيف الائتماني بيعلي تكلفه الاقتراض بشكل كبير. وانا ضربت مثال بس عشان الساده المشاهدين يقدروا قد ايه الموضوع مهم، ان كل 1% زياده في سعر الفايده، كل 1% زياده بيعني 8 مليار جنيه في الموازنه العامه للدوله زياده. فبالتالي لما انا بوصل لاتفاق مع صندوق، ولما بينعكس على طول في زياده ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي خفض تكلفه الاقتراض ب 2 او 3%، معناه ببساطه قبل ما نعمل اي حاجه معناه 20 مليار جنيه مثلا وفر في الموازنه العامه للدوله. نعم. سيادة الوزير، يعني إذا تحدثنا عن الجدول الزمني للجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، احنا الحقيقة بشكل واضح احنا مش هنقدر نقول دلوقتي يعني ميعاد محدد، لكن اللي اتفقنا عليه ان البعثة الفنية هتزورنا في مصر في اقرب وقت ممكن. لكن امتى بالظبط؟ الحقيقة في بعض الاجراءات خاصة بالصندوق هيبلغونا رسميا ان البعثة هتزورنا يوم كذا. اول ما هيجي لنا ده بشكل رسمي هنعلم بشكل رسمي ان البعثة الفنية جالنا، لكن احنا بنتكلم في يعني مش عايز اقول ايام او اسابيع، قليلة جدا جدا لهذا. نعم. ولكن هناك معلومات تشير ان صندوق النقد الدولي يرفض اعطاء الحكومة المصرية هذا القرض قبل وجود برلمان منتخب وحكومة تعبر عن هذا البرلمان. لا، الحقيقة يعني ده طبعا ايضا ما كانش الحقيقة مطروح خالص. الان احنا الحقيقة من ناحيتنا احنا حريصين الحقيقة على، يعني احنا بنقول ان هذا البرنامج هو بجد برنامج مصري ووطني بمعنى الكلمة، وان مصر مؤكد محتاجين لهذا البرنامج. يعني سواء بدعم من صندوق النقد وشركائنا في التنمية او بدون هذا الدعم، احنا فعلا محتاجين هذا البرنامج. اصبح الوضع ماليا غير قابل للاستدامة. قلت لحضرتك قبل يعني في اكتر من مناسبة، يمكن ان احنا دعم الطاقة الان في مصر اللي احنا بنتكلم ان هو بياخد 25-30% غير وشايفين كلنا اللي بيحصل فيه وعدم وصوله للناس بشكل معين، رغم ان ده بيفوق يعني دعم الطاقة بس في الموازنة بيفوق جملة ما يتم انفاقه في مصر، جملة ما يتم انفاقه على التعليم والصحة مجتمعين. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نخلق ما يسمى بالحيز المالي. نعم. احنا كلنا بنقول ان احنا علشان نحقق اهداف الثوره لازم نزود الانفاق على التعليم وعلى الصحه وعلى البنيه الاساسيه وعلى البحث العلمي، كل دوت ما مستحيل تنفيذه بدون وجود حيز مالي. طول ما انا عندي 75-80% من الموازنه بيروح للثلاث بنود اللي احنا كلنا حفظناهم دلوقتي غير قابل للاستدامه. فنقطه البدايه انك انت فعلا بتخلق هذا الحيز المالي بحيث ده الضامن الاساسي لتحقيقه وتنفيذه، لان الحكومات بتتغير. نعم. والافراد بتتغير. الفكره ان يكون فعلا في ملكيه مجتمعيه لهذا البرنامج، ان احنا كلنا كمجتمع نضمن ان احنا مؤمنين باهداف هذا البرنامج. نعم. وان احنا محتاجين نحققه. وعشان كده احنا عملنا الحقيقه جوله مهمه جدا مع احنا كمجموعه اقتصاديه، مع ممثل مع اللجان الاقتصاديه في مختلف الاحزاب في مصر، واعتقد ان كان فيه توافق الى حد بعيد جدا جدا جدا، كل ما تحمله كلمه من كلمه توافق. واحنا قلنا حتى كان الشعار بتاعنا توافق على ما يجمعنا، ان احنا فعلا القضيه الاقتصاديه هي اللي بتجمعنا دلوقتي، نركز عليه عشان نخرج من هذا المأزق. واعتقد الحمد لله في توافق كبير، والصندوق وكل مش بس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والبنك الافريقي والاتحاد الاوروبي كلهم متابعين دوت، والحقيقه يعني سعداء بهذه الآلية اللي احنا يعني معنى كلام حضرتك سيادة الوزير، يعني هناك إمكانية لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. ده إن شاء الله بإذن الله. وصندوق النقد لا يشترط إجراء الانتخابات قبل حصول مصر على هذا القرض. على الإطلاق لا يشترط، على الإطلاق. يعني سيادة الوزير، إذا تحدثنا عن البرنامج الاقتصادي الذي ستتقدمون به إلى صندوق النقد الدولي، أهم ملامح هذا البرنامج الاقتصادي؟ شوف، هو احنا نقطة البداية عندنا في البرنامج هو ان انت ايه القضية كلها. احنا كنا بنتكلم على المديونية الكبيرة جدا اللي مصر فيها، سواء مديونية داخلية، تحديدا هي المديونية الداخلية المشكلة الكبيرة، لكن اجمالي الدين العام في مصر كبير جدا. نقطة البداية هي معالجة عجز الموازنة، وانا بستلف ليه وبستدين ليه؟ عشان عندي عجز الموازنة كبير، ايراداتي اقل بكتير من مصروفاتي. فبدون مش محتاجه حد خبير اقتصادي كبير قوي عشان يقول لك لازم تشتغل على الجانبين، تزود ايراداتك وتقلل مصروفاتك. ترشدها.
فاللي احنا بنعمله ترشيد النفقات ده بتبدا اساسا من ترشيد دعم الطاقه. نعم. خلاص فده جانب. الجانب الثاني ترشيد الطاقه يا فندم، يعني 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 البعض يقول ان صندوق النقد الدولي يشترط الغاء الدعم او تخفيض الدعم على الطاقه وغيرها من يعني الخدمات التي تقدم للمواطنين كشرط لحصول مصر على هذا القرض. زي ما قلت حضرتك الصندوق النقد الدولي، احنا مصر دوله مساهمه ومؤسسه لصندوق النقد الدولي ومساهمه فيه. انا بمثله دايما ان هو زي كده صندوق تكافل اجتماعي. نعم. بين الدول، ان احنا كلنا مشاركين فيه، ولما تحصل في ازمه في دوله الصندوق المفروض يتدخل كشريك وليس كواحد وصي بي 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 بيفرض علينا شروط. هو كل الفكره ان هو بيساعدنا في تحقيق هذا الهدف، ان انا هدفي ان انا اسيطر على عجز المصدر. زي ما قلت حضرتك مش محتاجه صندوق النقد ولا محتاجه استاذ اقتصاد كبير قوي عشان يقول لك لازم تشتغل على ترشيد دعم الطاقه. نعم. تحديدا يعني هتعملوا ايه يا فندم عشان ترشيد دعم الطاقه؟ مش بمعنى زياده اسعار، ده اللي احنا قلناه بشكل واضح، ان احنا هنطبق منظومه توزيع المنتجات البتروليه من خلال البطاقه الذكيه، والمحدد حاليا ليه ان هو يبدا تطبيقه في 1 يوليو 2013 باذن الله. البطاقات الذكيه. نعم. بطاقات ذكيه وليس كوبونات، سمارت كاردز، بحيث ان كل يكون في حصص محدده، واحنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده وكنا قلنا ان الحصص دي هي وفقا للمعدلات الطبيعيه، وكان الحقيقه في يعني في استجابه كبيره جدا من المجتمع. لو حضرتك دلوقتي تعمل من خلال الجزيره المباشر وتسال اي حد يقول لك اه احنا ده كويس قوي. كان نقطه يمكن اللي دايما الناس بتقول لا بس ده كفايه ولا مش كفايه. نعم. طب 1800 طب مش عارف كذا، لكن الفكره نفسها فكره صحيحه 100%. فانت بتبدا هذه الفكره والتطبيق هو اللي بيوضح لك. دي نقطه اساسيه في البرنامج. النقطه الثانيه في على جانب الايرادات، اللي انت لازم بتشتغل برضه عشان تزود ايراداتك. لو حضرتك تشوف على هيكل الايرادات هو اكتر من 70% بيجي من الايرادات الضريبيه. نعم. من الضرايب. ده في كل دول العالم مش بس في مصر. ايرادات الدولة هي ضرائب. فانت العلاج السحري ان الاقتصاد يشتغل تاني وترجع تاني لمعدلات النمو المرتفعة 5% بفرض مزيد من الضرائب، من غير مزيد من الضرائب. كيف. يعني انا بقول لك اهو. نعم. ان انت يعني العلاج الصحيح ان انت تشتغل على زيادة الفرص الاستثمار. نعم. تحسين مناخ الاستثمار، فالاستثمارات تتدفق وبالتالي الدخول تزيد، وبالتالي الايرادات الضريبية من غير ما تزود الشريحة او معدل الضريبة نفسه يزيد. طب انت دلوقتي في وضع عندك ازمة وعندك معدل استثمار ومعدل نمو اقتصادي منخفض لغايه كده، تتكلم على 2-2.5% معدل نمو اقتصادي منخفض للغايه، وبالتالي لازم ان انت بتبدا تتكلم في تعديل معدل الضريبه وسعر الضريبه بحيث تحقق بقى العداله الاجتماعيه، ان فعلا اللي يتحمل التكلفه هو الاغنى وليس الافقر. عشان كده في التعديل الاخير بتاعنا رفعنا حد الاعفاء للضريبة على الدخل من 9000 إلى 12000 جنيه. نعم. حاولنا زودنا الحد، بدل ما كان اللي فوق 10 مليون جنيه بيدفع 25%، دلوقتي خلينا اللي فوق 100 مليون جنيه بس بيدفع 25%. طبعا كان في آراء بترى ان انت تزود التصاعديه في الضريبه، تزود. نعم. معدل الضريبه. احنا حاولنا نوازن، وهنا الفكره ان انت بتعمل بتدير هذه الازمه من خلال سياسات غير ماشي. وهنا لو انا رفعت وتمديت في رفع سعر الضريبه في معدل استثمار منخفض ومعدل نمو اقتصادي منخفض، هيزيد التباطؤ الاقتصادي وهيعمل انكماش في الاقتصاد، ولا ده انا مش عايزه. انا عايز اعمل انكماش في الاقتصاد. ايضا ان احنا من خلال ان احنا دلوقتي بنسدد مستحقات المقاولين واحنا في الازمه. واحنا في الازمه دفعنا لحد الاسبوع دوت دافعين مسددين 3 مليار جنيه من المستحقات المتاخره على الحكومه للمقاولين، فده بينشط هذا القطاع الكبير جدا وبالتالي بيعمل. فين اهم السلع التي من الممكن يعني زياده الضرائب عليها؟ احنا تحديدا احنا كان لو حضرتك تتذكر الكلام دوت في ديسمبر الماضي وفي 6 ديسمبر تحديدا، لان هذا التاريخ يعني الواحد قرار التوخيص بفرض مزيد من الضرائب ثم تم التراجع عنه. اه هي اربع انواع من الضرائب: ضريبه عقاريه، ضريبه دخل، ضريبه مبيعات، ضريبه دمغه. نعم. في الضريبه العقاريه اعتقد كل الناس توافقت عليها وقالت ده حاجه مهمه جدا، وخصوصا ان احنا بنخصص 50% من الحصيله من هذه الضريبه 25% لصندوق تطوير العشوائيات، لتطوير العشوائيات، و25% اخرى لدعم
دعم التنمية في المحافظات وتحديدا المحافظات الفقيرة. فده بيصب في قلب العدالة الاجتماعية ان انت تاخد من الغني للفقير. مع إعفاء المسكن الخاص يا فندم. مع إعفاء المسكن الخاص بال 2 مليون جنيه واللي احنا كلنا عارفينه. فده كان محل توافق، كل الناس قالت ده انتوا لازم تعملوه من دلوقتي، ما تعملوش واحد يعني خلاص. في ثلاث قوانين اخرى كانت هي دي محل مناقشة. محل مناقشة ضريبة الدخل زي ما قلت لك ان كان الاول ما كانش فيه رفع حد الإعفاء، فبعد ما عملنا حوارات وقالت لا وقالوا لازم ان انتوا فرحنا مزودين حد الإعفاء من 9000 ل 12000. طبعا كان في طموح ان احنا نزود اكتر ورغبه، بس زي ما بقول لك انت دلوقتي عندك ظرف اقتصادي صعب، فانت فده في تعديل في ضريبه الدخل. ضريبه المبيعات حضرتك تتذكر الناس كلها كانت بتتكلم 50 سلعه، طبعا هو مش 50 سلعه ولا حاجه، هم كانوا 25 سلعه تحديدا، دلوقتي بقى حصرنا الموضوع زياده في 6 سلع تحديدا. احنا قلناها السجاير والمشروبات الكحوليه وغير الكحوليه والحديد والاسمنت والاتصالات، دول 6 سلع اللي موجودين دلوقتي. نفس الشيء بالنسبه لضريبه الدمغه تم اجراء بعض التعديلات عليها، وبالمناسبه كل دول ضرائب ما تعدلش غير بقانون. فطبعا الحكومه بعتتها لمجلس الشورى وهي الان في مجلس الشورى وهتناقش مناقشات علنيه قدام الناس كلها علشان ما حدش يقول ان احنا بنعمل حاجه في الخفاء. يعني معانا وزير يعني مواد البناء شهدت يعني الفتره الماضيه ارتفاعا ملحوظا عما ذي قبل، يعني هل فرض مزيد من الضرائب يعني الا ترى انه سيؤدي الى مزيد من الارتفاعات بما يؤثر على سوق العقارات؟ شوف يعني الاقتصاد كعلم، والاقتصاد هو علم وعلم كبير الحقيقه، يعني احنا الحقيقه في الفتره الاخيره بقينا بنشوف ناس كتير قوي بتتكلم في الاقتصاد ويعني بتدعي العلم والمعرفه في الاقتصاد، وهم الحقيقه يعني مش خبراء في هذا المجال تحديدا يعني. فالاقتصاد اي حد بيعرف اقتصاد بيعرف ان كل حاجه ليها تكلفه وليها عائد. خلاص حضرتك بتقول ان انا صح، ممكن لما افرض ضرائب ممكن يزود بعض الاسعار، لكن على اسعار لو على هذه الاسعار تحديدا، على هذه المنتجات تحديدا. لو حد بيتكلم على هذه المنتجات طبعا التشييد والبناء قطاع رئيسي، لكن الفكره لو حضرتك بتتكلم على الموضوع بشكل عام، طب زياده الاسعار في مصر دي اهم سبب ليها ايه؟ شوف كده حضرتك كل الناس اللي درست هذا الموضوع بعمق لقيت ان السبب الاساسي لزياده الاسعار في مصر هي عجز الموازنه. يعني طول ما عندك هذا العجز في الموازنه بمعنى ان انت ايراداتك اقل كتير من نفقاتك، معناها ان طلبك اكتر كتير من عرضك، معناها على طول انك انت بتزود الاسعار ببساطه شديده. فبالتالي لما بتعالج عجز الموازنه بتؤدي الى خفض كبير جدا في معدلات الزياده في الاسعار، في معدلات الزياده في الاسعار. وبالتالي صح قد يكون الزياده في الضرايب قد يؤثر على بعض اسعار بعض السلع اللي احنا بنحاول ان هي ما تكونش اساسيه. ولما تكون اساسيه ولما تكون بتمس الفقراء يبقى عندك اليه تعويضيه. لو بتكلم على عندي النهارده 1.5 مليون اسره تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، والمعاش النهارده 300 جنيه كان، لو حضرتك لو كنت قارنت كده من كام سنه بس مش بعيده قوي من 6-7 سنين كان 40 جنيه. فانت النهارده بتتكلم زاد كم مره يا فندم بعد الثوره؟ لا زاد بعد الثوره على الاقل 3 مرات معاش الضمان الاجتماعي. اللي احنا مخططين ان احنا السنه الجديده 13-14 اللي هتبدا 1 يوليو ان شاء الله، ال 1.5 مليون اسره دول يبقوا 2 مليون اسره، ان 300 جنيه بنحاول ان هي تزيد ما تقلش عن 350 جنيه. كمان بتعمل كمان مع البنك الدولي، ده اللي احنا اتفقنا عليه مع البنك الدولي، برنامج لتحويلات نقديه بحيث ان نقدر نعوض التاني الناس اللي هتتضرر من الزياده زي ما حضرتك بتقول في بعض الاسعار، انك تديله تعويض نقدي مباشر بقى علشان نفس الفكره في التامين الصحي. عندنا طول عمرنا عندنا حلم التامين الصحي الشامل، التامين الصحي بمعناه الحقيقي، بمعناه الحقيقي الذي يحصل فيه المواطن على الخدمه الصحيه الواجبه. هو ده الحلم الحقيقه. وهو حلم لان هو تكلفه كبيره وتضمن. احنا اللي احنا عملناه برضه ان احنا باتفاق مع السيد وزير الصحه والسيد وطبعا وزاره التعاون الدولي مع البنك الدولي، نستطيع ان احنا نخصص فيه 75 مليون دولار موجودين لهذا اللي كان موجودين من البنك الدولي لوزاره الصحه، قلنا هنخصصهم لبدء تطبيق نظام التامين الصحي الشامل اللي احنا بنحلم بيه ده في عدد محدد من محافظات الصعيد اللي هي الاكثر فقرا، بحيث كل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نضمن استمراريه واستدامه هذا المشروع. ان انت عارف حضرتك لو بتشوف كده كتير جدا من البايلوتس اللي احنا عملناها في مصر طول عمرنا، الموضوع بيتعمل كويس طول ما في فند، اول ما الفند يمشي او الفلوس
التمويل يطلع المشروع يقف، اللي احنا بنحاول نراعي ان لما نبدا هذا المشروع الطموح ان شاء الله يبقى قابل للاستدامه بصرف النظر. تاني انا باكد عشان ناس كتير قوي بتبدا تقول لنا طب يا اخي ده انت الحكومه دي كام شهر وهتمشي ولا كام مش عارف ايه. هو ده الحقيقه اللي وصلنا في مصر اللي احنا فيه. المفروض ان يبقى فيه ايمان ورؤيه مجتمعيه وبرنامج ان المجتمع كله بيؤمن بهذا الفكر، بحيث ان الافراد الحكومات اتغيرت اهلا وسهلا، دي طبيعه سنه الحياه، كلنا بنخدم البلد. حد قال لنا شكرا خلاص رحنا، حد تاني بيتولى المسؤوليه، لكن لازم نضمن استمراريه. الاستمراريه دي ما تحصلش غير ان احنا كلنا يبقى مؤمنين بالفكره، مش بتظل الموضوع ده برنامج بتاع الحكومه او خطه بتاعت الحكومه او بتاعت الحزب الفلاني. يعني مع الوزير على ذكر الحكومه، لماذا هناك اتهام دائم موجه لحكومه الدكتور هشام قنديل بغياب الرؤيه الاقتصاديه الواضحه عن اداء الحكومه؟ دي بالذات يعني مش عايز اقول يعني بتؤلمني انا شخصيا كثيرا الحقيقه. وانا يعني اتمنى من وسائل الاعلام المحترمه زي الجزيره المباشر زي كل وسائل الاعلام المحترمه الحقيقه ان هي تسلط الضوء قليلا. هو ده اللي انا قلته، ان انا احنا عندنا دلوقتي رؤيه واضحه ومحدده المعالم وموجوده باللغتين العربيه والانجليزيه ومتاحه على الموقع الالكتروني للحكومه وللدكتور هشام قنديل شخصيا ولوزاره التخطيط والتعاون الدولي، متاحه باللغتين العربيه والانجليزيه. نفسي حد يعني وفي الجزيره المباشر اتمنى ان احنا ننام ندوه لمناقشه هذه الرؤيه. يعني اذا كان ما عندناش هذه الرؤيه، نقول انا ادعي ان احنا عندنا رؤيه واضحه جدا، واحنا يمكن النهارده اللي احنا في العالمين في هذا في مناسبه المشروع ازاله الالغام وتنميه الساحل الشمالي الغربي، هو احد اهم المحاور اللي بيصب في تحقيق هذا الهدف الرؤيه. اسمعني يا سياده الوزير، يعني لماذا لا تنعكس هذه الرؤيه على ارض الواقع؟ لماذا لا يشعر الرجل الشارع العادي بالعائد الاقتصادي عليه؟ شوف حضرتك زي ما قلت لك، احنا الحقيقه عندنا ثلاث مستويات من التفكير. المستوى عاجل وملح، عندنا ازمه احنا بندير، عشان بس برضو انا من الناس الواقعيين جدا وما تحبش ترفع سقف التوقعات بلا معنى. يعني مؤكد ان احنا عندنا مشاكل ومشاكل متعدده ومتشعبه عبر سنوات طويله جدا. خلاص، فكل اللي احنا بنعمله لما تولينا المسؤوليه مع حكومه الدكتور هشام قنديل، قلنا ان خطوه اولى عالج المشاكل الضاغطه. ايه المشاكل الضاغطه؟ عجز الموازنه، تراجع الاحتياطي النقد الاجنبي، كذا. ايه المخرج الاساسي منها؟ يبقى عندك برنامج اصلاحي حقيقي واضح تتبناه ويقدر يدعمه صندوق النقد الدولي وغيره من شركائنا في التنميه. ده واحد. الحاجه الثانيه، ده هينعكس على المواطن، ده مؤكد هينعكس في المواطن، لانك لو ما عملتوش هتلاقي الاسعار زي ما احنا شايفين النهارده ممكن الاسعار تكون بتزيد، فانت بتوقف نزيف موجود اوريدي. فده واحد. الحاجه الثانيه، انك انت بتعمل هذه الرؤيه الطويله اللي انت بتتكلم على 2022. احنا طول عمرنا مشكلتنا ان احنا انا كنت دايما في نظريه كده اقتصادي، يعني يكلمك على الكونفرجنس، ان كان الناس الكلاسيكيين قوي يقول لك ايه، على مدار الزمن الدول الفقيره هتقرب من الدول الغنيه. اللي كان المشكله كان اللي بيحصل دايفرجنس، بيحصل تباعد. احنا كنا ماشيين عكس الاتجاه في الدول في كنا بجد ماشيين عكس. فاللي انا بقوله ان احنا مهم جدا ان احنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح، وان نبقى عارفين ان احنا ماشيين ده الطريق اللي هيوصلنا للتنميه الحقيقيه واللي فعلا يستفيد منه المواطن والناس تشعر بيه، بحيث ان انت طالما انت على الطريق الصحيح تقدر تسارع الخطى مع عوده الاستقرار ومع عوده الناس كلها خلاص مركزه في العمل وفي الانتاج وكده. عندنا مشاكل كبيره جدا بدا حلها، المهم تبدا تحلها. طبعا انعكاسها، انا مع حضرتك ان في حاجات ممكن يبقى تاثيرها مباشر، عشان كده عملنا برنامج عاجل للتدريب من اجل التشغيل، عشان مثلا يبقى في تاثير واضح. الشباب اللي عايزين يلاقوا، انا عندي كل سنه بيدخل لي 750 الف وافد جديد في سوق العمل غير الرصيد اللي موجود عندي المتراكم. ابسط حل لو انا عايز ابقى حكومه شعبيه والناس كلها تشيد بيا، اجيب الناس دي واعينها في الحكومه وفي قطاع الاعمال واكرر نفس المشاكل اللي كانت بتعمل. اللي انا بقول ان احنا لازم نوجد فرص عمل حقيقيه ومنتجه. فرص عمل حقيقيه ومنتجه يبقى لازم من خلال استثمارات حقيقيه ومنتجه. لازم يبقى تحسن مناخ الاستثمار، توجد فرص استثمار. لما النهارده بنخلص خريطه الاستثمار، الخريطه الاستثماريه لمصر، بحيث انك تقدر تروج فرص استثماريه محدده. لما النهارده بنتكلم على المدينه المليونيه في العالمين وبنقول ان يبقى عندي مخطط استراتيجي للمدينه المليونيه، هو ده اللي هيجيب لك فرص الاستثمار. الناس هتيجي وهتبدا تستثمر في مشروعات وتزود دخول وتخلق فرص عمل للشباب في المنطقه. وتنمي المحور الكبير هذا قانون الصكوك يا فندم. وافق عليه مجلس الشورى، وبالتاكيد لديكم قائمه بالاولويات للمشروعات التي يمكن ان تبداوا في تفعيلها بعد الموافقه على قانون الصكوك.
شو يعني تاني، آلية الصكوك هي أحد آليات التمويل. احنا عندنا آليات مختلفة جدا للتمويل، وبالتالي آلية الصكوك هي آلية يعني إضافية إن شاء الله هتكون ليها واقع إيجابي أنا متأكد على تمويل الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة القادمة. زي ما قلت لحضرتك عندنا عدد كبير جدا من المشروعات التنموية الكبرى، لو بنتكلم على المشروعات القومية المحور اللوجستي، لو بنتكلم النهاردة على تنمية الساحل الشمالي، لو بنتكلم على المشروع القومي لتنمية سيناء، كل دي مشروعات. لو اتكلمنا ببساطة يا فندم، يعني ازاي المواطن العادي ممكن أن يساهم في شراء صك من هذه الصكوك من أجل المساهمة في هذه المشروعات الكبرى؟ شوف ده زي النهاردة في آلية السندات وأذون الخزانة الحكومية. يعني أنا كمدخر صغير وحاطط فلوسي بعض المدخرات بتاعتي في البنك. البنك نيابة عني بيروح ياخدها يحطها في استثمارات. أحد أوجه هذا الاستثمار أنه بيوديها للسندات وأذون الخزانة، قد يكون بعد كده أنه يوجهها لشراء صكوك لمشروعات ما تدر عائد كبير عليه. الصكوك ايضا ببساطه ممكن انا زي في البورصه، انا ممكن اروح مباشره للبورصه واستثمر فيها بنفسي، او لو انا ما عنديش خبره كبيره في التعامل مع البورصه بس بشتغل مع الصناديق الاستثمار اللي موجوده في البورصه بحيث ان هي تنوب عني في عمل ده. فالهي في اليات كتيره جدا، لو انا عندي خبره وكده ممكن انا مباشره استثمر في موضوع الصكوك بشراء هذه الصكوك لما اعلن عن مشروع ايا كان مشروع هو ايه، ممكن انا على طول يطرح في شكل صكوك انا اروح كمواطن على طول. نعم. قد فيه لو ما عنديش خبره كبيره يبقى عندي وكيل صندوق او بنك هو اللي يعني. كان هناك تخاف يا فندم من تاثير هذه الصكوك على الاصول المملوكه للدوله؟ لا، ده غير مطروح على الاطلاق. ويعني اقرب برضه حاجه يعني احب اقولها، انا لسه راجع من تركيا من يومين، واحنا عندنا قرض كبير تسهيلات ائتمانيه من تركيا من الاكزيم بنك التركي بحوالي مليار دولار. فاحنا الجزء كبير من هذا المبلغ ان شاء الله هيتم تخصيصه للقطاع الاعمال العام وتحديدا الغاز المسيح. فده يبين لحضرتك ان احنا عندنا رغبه قويه جدا واقتناع كامل بانك انت يعني عايز تحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة وتنميها وتطورها، وليس أنك أنت تبيعها أو تخصخصها أو كان هناك حديث مع الوزير عن الوديعة العراقية بعد قيام الدكتور هشام قنديل بزيارة العراق ومقابلة رئيس الوزراء العراقي، وترددت أنباء أن العراق ستودع يعني 4 مليارات جنيه في مصر. ما حقيقة هذا الرقم؟ لا، أنا مش عارف مين هذا الخبر اللي قاله. الحقيقة هو نسب لسفيرنا في العراق وهو نفيا تاما هذا الحقيقة. يعني هذا الخبر ليس له اساس من الصحه؟ ما عنديش اي يعني علم بهذا الخبر، واعتقد انه ملوش اي اساس من الصحه، لان لسات سفيرنا في العراق نفى ده بشكل واضح، انه صدر اي تصريح عنه بالمعنى ده يعني. لكن الحقيقه زياره العراق هشام كانت من انجح الزيارات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة، زيها زي الزيارة اللي عملناها للجزائر، زي عدد كبير جدا من زيارة جوبا. يا فندم أهم النتائج ليها؟ والله إحنا يعني زيارة جوبا طبعا أنا لم يحلفني الحظ أنا كنت فيها لأن كنت في تركيا في الفترة دي، لكن الحقيقة بشكل عام الحكومة عندها توجه كبير جدا لتعزيز أطر التعاون مع دول أفريقيا ودول حوض النيل تحديدا والسودان بشكل أكثر تحديدا. والزيارة بتاعت جوبا بتأتي في هذا الإطار التنسيقي مع دول حوض النيل، عندنا طبعا مصالح مشتركة كتيرة جدا مع دول حوض النيل، فده طبعا من الاشياء النقاط المهمه. ايضا احنا مع السودان وان شاء الله يعني انتهينا فعلا من المنافذ، ولجنه المنافذ لسه راجعه من ابو سمبل امبارح، والحمد لله خلاص الطريق البري بين مصر والسودان باذن الله نفتتحه، والسيد رئيس الوزراء ان شاء الله نعقد يعني لجنة عليا مشتركة برئاسة السيد رئيس الوزراء المصري ونائب الرئيس السوداني بحيث نفتح الطريق، بحيث إن شاء الله ده هيبقى محور تنمية كبير جدا. يعني إحنا الحقيقة والله شغالين في عدد كبير جدا وإن شاء الله. سؤال أخير يا فندم، يعني بمناسبة الحديث عن المساعدات أو الودائع العربية لمصر، كانت هناك وعود كثيرة بعد نجاح ثورة 25 يناير من بعض الدول العربية بمنح مزيد من المنح والقروض لمصر. على أرض الواقع من هي الدول التي وفت بوعودها لمصر الثورة، وحجم الودائع تحديدا والقروض التي حصلت عليها مصر
من هذه الدول العربية الشقيقة؟ لا، احنا الحقيقة عندنا بشكل واضح، احنا من 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 الشقيقة قطر في 5 مليار دولار، مليار دولار في شكل منحة، و4 مليار دولار في شكل سندات ودائع دولارية. دول وصلوا بالفعل. في عندنا حزمة كبيرة الحقيقة من الشقيقة المملكة العربية السعودية، حوالي 4 مليار دولار، الجزء الأكبر منهم وصل، ولكن في أشكال مختلفة. عندنا في جزء منحة، في جزء وديعة، في جزء سندات وأصول خزانة، في جزء تسهيلات لتوريد منتجات بترولية من السعودية، بالإضافة لجزء لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فأغلب هذه الأموال وصل بالفعل. عندنا الحقيقة علاقة كبيرة مع الصندوق الكويتي للتنمية تحديدا، وفي الحقيقة بيمول لنا مشروعات تنموية كبيرة جدا موجودة في مصر. فالحقيقة يعني في علاقات يعني الإمارات يا فندم. لا الحقيقة ما فيش حاجة محددة من الإمارات، لكن أنا يعني في يعني علاقات قوية جدا بتربطني، ولأن دايما بأكد يا جماعة إن العلاقات دائما هي علاقات بين شعوب وعلاقات بين دول، وليس علاقات بين أفراد. ولا يعني علاقة مصر والإمارات علاقة طويلة وممتدة. نفس الشيء بالنسبة للسعودية، نفس الشيء بالنسبة للكويت وقطر، كل الدول العربية وكل الدول الصديقة. يعني قصدي أقول إن إحنا يعني ومصر هي دولة كبيرة بإذن الله كبيرة. واللي إحنا يعني أنا بحب يعني دايما بذكر الكلمة الحقيقة اللي قالها السيد رئيس الجمهورية، ما قالهاش يعني نفاقا والرياء، لكن من اكثر الكلمات اللي بتاثر اللي اثرت فيا وقالها في اكثر من مناسبه، ان مصر ان شاء الله كبيره وهتقوم بينا من غيرنا باي حاجه. كل ما يعني نتمناه لاشقائنا واصدقائنا ان يذكر التاريخ ان عندما كانت مصر في هذا في حاجه اليه وقف الجميع بمساندتها. فان شاء الله التاريخ هيذكر ان شاء الله ان كل الدول العربيه باذن الله اللي نفذت واللي ان شاء الله هتنفذ معانا خلال الفتره الجايه، بحيث ان شاء الله مصر تقوم بينا كلنا باذن الله. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا فندم. مشاهدينا الكرام، نشكر الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على هذا اللقاء، كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ودمتم في امان الله.